السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة أخرى من يوميات الكرافان. ربما هذه غادي تكون الحلقة الأخيرة من بعد ما غادي نبداو السياقة ديال هذا الكرافان هذا إن شاء الله. اليوم غادي نبدلو فيه واحد الحاجة ربما هي اللي غادي تكون الأخرى، وكنتمنوا أنها تكون الأخيرة بإذن الله اللي غادي نبدلو اليوم إن شاء الله. يلا على بركة الله نبداو الحلقة ديالنا ديال اليوم. إلا عجبك هذا الفيديو هذا كنتمنى أنك تضغط على الزر ديال الإعجاب، لو كنت أول مرة كتشوف القناة هذه كنتمنى أنك تضغط على الزر ديال سبسكرايب. يلا على بركة الله. اليوم ان شاء الله غادي نبدلوا الصباغه كما كتشوفوها، هي راه حكيناها شي كامل تحك. هاد الخطوريه هادي غادي تحيد، غادي نصبغوه من لهنا لهنا. ما غاديش نقول لكم شنو هو اللون اللي غادي نصبغوه ولا شي حاجه، خلي داكشي غادي يكون مفاجاه حتى نشوفوه قبل ومن بعد. دابا يلاه كيتحك، يلاه تيتحك بكاع الحرش. هو هذا كاع الحرش اللي حكينا به، حكينا هاد الفاص هذا، مازال غادي نجيو للفاص الاخر اللي غادي يكون من الجهه الاخرى باذن الله. ومازال هاد الكرافان هذا غادي تلصق فيه واحد الستيكرز، غادي ندير فيه بزاف بزاف ديال الحوايج لان داكشي تيتم جايب شويه بشويه. وفي السقف غادي ندير واحد الدرابو ديال مروكان ترافلرز كوميونيتي الام تي سي، غادي نديرو نحطو في السقف. علاش؟ لانه ملي غادي تطير بالدرون ولا شي حاجه غادي تشد هذاك الدرابو ديال مروكان ترافلرز كوميونيتي. وان شاء الله مازال يعني كاين الافكار بزاف، يعني شنو تيخص خص غير شويه بشويه، هذاك الشيء كما تنقولوا حنايا درجه درجه لا بغيت تربح وغادي يكون غير الخير ان شاء الله. الخوت كاينه واحد الملاحظه مهمه خصني نشير ليها في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. الفيديوهات اللي من قبل اللي شاركت معاكم على الكرافان كانوا ثلاثه ديال الحلقات، كنت لاحظت بزاف التعاليق ان انسان تيخلط ما بينات كرافان وما بينات كامبر فان. كاين بعض الناس اللي كنتعجب له، ربما انني كنتعجب ليه، وهو في هذا الزمن هذا انه سهل انك توصل المعلومه، ماشي بحال الزمن القديم يعني خصك تمشي للمكتبات تقلب في الرفوف تقلب في المجلدات والغبراء وبنادم يجي عندك وكتمشي كتزيد تتقلب. دابا في هذا الزمن يعني ساهل، يعني تمشي جوجل غادي تكتب ما كاملاش ثلاثه ديال الثواني غادي تخرج لك المعلومه كما هي. دابا كنتعجب له ان بعض الناس يجي ما فهمتش، واش ربما انه تيدير انه فاهم في كل شيء والله اعلم، تيجي تخلط ما بينات كارافان وما بينات كامبر فان. وتيجي انه كاين بعض الناس اللي ربما مشاو بعيد، انا تيبان لي تيقول لك بانه هذا راه رموك، يعني كل واحد كيفاش يقول. كارافان هو هذا اللي عندي. كارافان كيفاش انك انت ممكن انك تفصله بينه وبين السياره؟ كارافان قابل للفصل بينه وبين السياره، يعني كياخذ الباور ديال تياخذ هذاك الطاقه ديالو كياخذها من السياره، الجر ديالو تيتجر بالسياره، هذا هو الكارافان. ممكن انك الكارافان تحطه في واحد البلاصه وتمشي بالطوموبيله ديالك وترجع ليه عاوتاني وتهزه، هذا تيتسمى الكارافان. الكامبر فان داخل في الطوموبيل، يعني ما يمكنش انك تفصله بينه وبين الطوموبيل، هذا تنقولوا له كامبر فان، هذا تنقولوا له كارافان. الكامبر فان يعني لا بلاصيتي ما خصكش تحركو، يعني خصك تخليه تما. ملي كتبغي تحرك كدي دارك كامله كتجرها معاك، ماشي كتجرها معاك، هي دارك هي طوموبيلتك. انا هذه هي داري، عاد كاينه طوموبيلتي تلصقها لقدام وتمشي، هذا سميتو الكارافان وهذا سميتو الكامبر فان. لانني لاحظت ان في التعاليق واحد الحاجه، يعني دابا حنايا حنا راه انا انسان وانت انسان، يعني ربما تخطا، اي واحد ربما يخطا، ما كاينش شي واحد ما تيخطاش، شكون اللي معصوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معصوم من الخطا. حنايا تيجي شي واحد تيجي شنو يكتب لك، تيعايرك المعيور ضروري من المعيور، وفلان وفلان هذاك راه سميتو كامبر فان ماشي كارافان، وواحد عاوتاني هذاك راه سميتو رموك، كل واحد وكيفاش شنو تيقول ليه وتيعايرك. انت سبحان الله العظيم بما انك تتعرف بانه راه ربما انا كون خطات ولا شي حاجه ماشي عيب، ربما نخطا، تمشي انت كتقلب كتقلب ان المعلومه ديالك انت هي اللي صحيحه، اما هو اللي يعايرك راه المعلومه ديالو خاطئه. ولهذا بعض الناس راه حاول انها تكون باش نقولها نيشان، الا كنتي انت قابل انك غادي تصحح شي واحد حاول انك تتاكد من صحه ديال المعلومه ديالك عاد اجي صحح لهذاك السيد. دابا انايا كانت عندي معلومات قل حيت ان هادشي قبل ما تخلي قلبت فيه مزيان، لان راك عارف غادي تحط فلوس وضروري بزاف ديال الحوايج، ربما غادي تبقى معك حياتك كامله، غادي تشد بها الطريق غادي تسافر، يعني خاصك تعرف عاد تشري، ماشي ربما راه ربما الانسان يقول لك هذاك راه سميتو كذا كذا، تيجي انه هو تيصحح لك، جالس غير من مور البيسي وتصحح لك. كانت هذه الملاحظه اللي بغيت نقولها قبل ما نبدا الفيديو، لان بزاف ديال الناس لاحظتها في التعاليق، وكنتمنى ان هذا الفكر هذا يتغير شويه
ويكون الخير من الليل ان شاء الله. خلينا بعدا نكملوا حنايا الصباغه ديالنا لهادشي هذا ونشوف الامور كيفاش غادي تكون. ما نحاولوش اننا نمشي للانتباه ديالنا كامل على هادشي هذا، وربي يوفقنا ان شاء الله. وكاينه واحد الحاجه بغي نقول لكم، رمضان مبارك سعيد ودخلوا علينا بالصحه والسلامه. واخا رمضان ديالو ما غاديش يكون واحد الاجواء الاخر في المغرب، هنا في هولندا ما كاين الجو ديال رمضان له والو في رمضان، انه رمضان تقولوا التراويح ولا شي حاجه، لان هذا الفيديو ده تنصوره دابا قبل رمضان بيومين ان شاء الله. تنصوروا دابا يعني اليوم الخميس، لا قبل بنهار، غدا الجمعه، غدا الجمعه غادي يكون رمضان، يعني قبل رمضان بنهار، ويدخلوا علينا بالصحه والسلامه وطول العمر. يا الله العز. ملي مشينا شي يومين باش نشريو الصباغه، هي خصك تعرف بان الكرافر عنده واحد الصباغه خاصه به، ماشي اي صباغه، مثلا الصباغه ديال الحيط ولا الصباغه ديال الباب ديال الحديد اش تقدر دير على الكرافان. كاينه صباغه خاصه بالكرافان باش زوينه هنايا في اوروبا، يعني كاين بلايص كل حاجه عندها البلاصه ديالها وكل حاجه عندها الناس ديالها، واي حاجه يعني الماتيريال موجود، يعني غير غمض عينيك حلا كتلقى الماتيريال. خصك شنو خصك؟ خصك غير عمر باش تشري هذاك الماتيريال. شي حاجه ديال ان الماتيريال ما كايناش، ولا غادي تسنى شي واحد يجيبو لكم من شي مدينه بعيده ولا من شي دوله بعيده، هنايا كلشي موجود. شنو خص؟ خصك غير عمر وقلب غادي تلقى. ملي مشينا هنايا لواحد المحل كبير هنايا كاين في هولندا، راه ربما الناس اللي عايشين في هولندا غادي يعرفوا، سميتو براكسيس. مشينا تما تلقى الناس اللي خدامين، قلنا له بغينا الصباغه ديال الكرافان، هو يديك تيديك واحد الصباغه ديال الكرافان عاوتاني كبيره. غريب في الامر اللي تعجبت ليه هو ان الصباغه ديال الكرافان غاليه بزاف، يعني راه غاليه. على سبيل المثال هاد السطايله هادي بحال ما هكا، هاد السطايله هادي شحال تقدر ليها الثمن؟ ومقدر الثمن ديال هاد السطايله هادي، قدر ليها الثمن، كتب لي دابا في كومونتير قول لي شحال تصورتي بالثمن ديال هادي. الثمن ديال هادي 25 اورو، هادي غير بوحدها شو قداش؟ 25 اورو. الكولور ديالها بيض، ودابا غادي تعرفوا الكولور اللي غادي نديروا الكرافان. الكولور ديالها بيض، يعني غير هاد السطايله بيضاء الثمن ديالها 25 اورو. شنو خدينا؟ خدينا حنايا جوج، ها يعني جوج ب 25 اورو، 25 اورو، يعني غير هاد جوج السطايلات هادو دايرين سيدي ب 50 اورو بجوج. ولكن راه الصباغه تتكون خاصه بالكرافان، ماشي صباغه ديال الدار ولا شي حاجه. وعاد كاين عاوتاني الا بغيتي هذا غير الابيض الثمن ديالو 25، عاد كاين الكولور هو هذا، غادي نديرو الكولور في بلاصه الخضر، غادي نديرو الكولور هو هذا، غنديرو الليموني يعني اورنج. هذا عاوتاني 32 اورو، 32 اورو جوج 32 اورو، يعني 32 اورو الواحد هما هادو، يعني 60، يعني هنايا، يعني هنايا عندك 64 اورو وعندك 50 اورو، يعني هاد جوج طيسان هادو ديال الصباغه. وربما ان هاد الطيسان هادو ديال الصباغه ما غاديش يكفيونا عاوتاني هنايا في كرافان، عاد شريت عاوتاني شي ماتيريال اللي غادي تخدم به. هذا باش شريت الشيتات هما هادو، شريت هاداك السكوتش باش غادي يضرب. المهم المهم حنا ماشي سوقنا، يعني ملي كدير نتا شي حاجه كتبغيها وشي حاجه اللي تتحس بانك غادي تعطي فيها اكثر، ما تهمش بها الفلوس، مكتبه الصحه والسلامه وطول العمر. يعني هذه واحد الحاجه، ان الصباغه ديال الكرافان خاصها تكون صباغه خاصه، ماشي اي صباغه ممكن ديرها لهذاك الكرافان. الا بغيتي انت شي حاجه مزيان، يعني خصك صباغه خاصه ديال الكرافان. من بعد دابا محكينا الكرافان بهذا الكعيط الحرش كما كتشوفوا، بحال تقول كعيط الحرش صفر ولا شي حاجه، لان خصك تحكو غير بشويه، اما حكيتي بجد ممكن تحردو مزيان لو ما حكيتيه بشويه. دابا غادي تجي الوقت ديال الصباغه، غادي نصبغوه، غنبداو باللون الابيض هو الاول ان شاء الله. دابا يلاه تنديرو الصباغه البيضاء، والدور ديال الصباغه البيضاء انك خصك ديرها في الاول وتحاول تكثر منها اكثر. علاش؟ باش هذيك الصباغه اللي القديمه كتحاول انها تحيد في مره، وكتلصق الصباغه البيضاء فوقها، عاد انت كتجي عاوتاني كتصبغ فوق الصباغه البيضاء. المهم دابا تحاول انك، دابا لحد الساعه راه درنا شي جوج كوش من هاد الصباغه البيضاء، غادي يعني تتنشف. ملي كتشوفها كتنشف، هذاك اللون الاولاني اللي كان الاخضر كيخرج عاوتاني، وعاد تنعاود من موراه. راه دات لينا بزاف، راه تقريبا غير سطال هذيك السطايله اللي شفنا في الاول، الله درنا بها غير النص من جهه وحده، يعني مازال لينا النص الاخر غادي نخدموا عليه ان شاء الله. هذا هو اليوم الثاني دابا في الصباغه، صبغنا هاد الجهه هذه وصبغنا الجهه الاخرى. هاد الصباغه هذه البيضه خصها تبقى يومين، بحال تقول يلا خصها تشرب مزيان وتعطيها الصباغه البيضاء مزيان. هذاك الشيء اللي درنا دابا، داخلين في الطاس الثاني غير في النص ديال جوج جهات، يعني عطيناها الصباغه مزيان باش تشرب، لان واحد اليومين عاد غادي ندخلوا اللون الليموني اللي غادي نديروه ان شاء الله.
دابا يلاه سالينا هاد الليموني ليموني وتميس اورانيه دابا يلاه سالينا مازال لينا هاد البارتي هذه كنفهم مازال لينا هاد البارتي هذه مازال لينا هاد البارتي هذه وان شاء الله غادي نساليوها ومازال غادي نتسناو النتيجه النهائيه دابا يومين ديال الخدمه وكاين هذه هي الجهه الثانيه كما كتشوفوا هي هنايا فوق وهنايا شي كامل صبوب البيض يعني تشرب خاصها تشرب 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 مزيان الماء شوف هنا يبان لكم الفرق هنا كاينه البيضيه الصباغه الاولى الصباغه ديال الدار هنا كاينه الصباغه اللي درنا ان شاء الله غادي نشوف النتيجه النهائيه ان شاء الله ملينا واحد اليومين لان دابا الفيديو راه صورت البارح ودابا تنصور عاوتاني اليوم لان هادشي هذا خصك غير كما تقول واحد الميزه تقول لك غير بالمهل تيتنكلبو دنجال يعني تما غادي بشويه بشويه هذا هو اليوم الثالث برا مازال 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 مسالينا مازال ها هو غادي داكشي ديال الصباغ كل ورا غادي يكون فيه جلوان يكون فيه البيض والليموني why did you put orange because of the Dutch flag or? So, no the inside of the can is also mainly orange yeah and orange is just a very bright and very happy color and also It's a very retro color and then the Calvin is also very retro. Okay, perfect then. يعني قلت لك علاش علاش دارت الليموني ان حتى الداخل هذوك الطلامط اللي درناه في الكراسي تما بالليموني يعني باش يجي داك الشيء اسورتي يجي داك الشيء اسورتي وحتى اللوان انهم تيباتوا بالسعاده ايوا مازال حنا غاديين دابا 3 ايام ديال الخدمه 3 ايام يلاه سالينا كولور الابيض ومازال غادي نزيدوا هنايا عاوتاني كولور ابيض ان شاء الله اللون الثاني انا ساليت دابا دابا هاد البارتي هاد الفوقانيه هادي يعني هادي هادي دابا ساليتهم تنتسناهم غير نشفو غادي نحيد هذاك السكوتش ديال الثوب تحيد وغادي نشوفو النتيجه النهائيه ان شاء الله نتمنوا ان النتيجه تكون مفرحه واخا شويه بعض المرات تكون عارف ملي كتكون خدام الصباغه لما كنتيش مثلا المعلميه راه تيكون معلم هو يعني صباغ هذيك المهنه ديالو غير تيبدا الخدمه تيعرف هو النتيجه كيفاش غادي تكون مثلا انت ما صباغ ما والو بحال دابا انا غير داخل عليها فهمتيني غير تنطوع ولكن تخدم شي حاجه ديالك هذاك الشيء علاش يعني ما عارفش النتيجه النهائيه كيفاش غادي تكون وان شاء الله غادي يكون غير الخير ان شاء الله اوه ضروري ضروري مهم الحاجه اتفرحك يعني بيديك درتيها بيديك صافي يعني تتقول خطا راه ديالي كانت زوينه كتقول ديالي كان الخطا تتقول راه ديالي ولكن ان شاء الله عندي امل ان غادي تكون شي حاجه توب ديال توب عرفتي شحال ديال الصباغه تندفعوا ولا كاين اللي كتدفع في الصباغه دفع في الصباغه توقع معايا دابا 4 ايام ديال الخدمه يلاه سالينا فاس واحد مازال يلاه سالينا الفاس واحد غادي نحاول انني نوقف الفيديو هنايا لان ما بغيتش ندير فيديو طويل يكون فيه شي 30 دقيقه غير ديال الصباغه ديال الكرفان بوحدو ولكن غادي نقسمو على جوج حلقات ان شاء الله الا بقى لي الوقت الا بقى الوقت بزاف مازال حسيت براسي نطول بزاف راه غادي ندير شي 3 ديال الحلقات كان عندك التقصير غادي ندير شي جوج حلقات دابا غير هذا الفاس هذا هو كمل الحمد لله بخير على خير غدا ان شاء الله غادي نكملو راه مل 9 ديال الصباح حتى لدابا شحال الساعه دابا 5 شوف شحال ديال الوقت دابا وحنا خدامين عليه ولكن الحمد لله كاينه نتائج ايجابيه الحمد لله شكرا لكم بزاف شكرا على التعليقات ديالكم الى عجبكم هذا الفيديو هذا كنتمنى انكم تضغطوا على الزر ديال
اعجاب. لو كنتي اول مره كتشوف هذه القناه هذه كنتمنى انك تضغط على الزر ديال سبسكرايب. عايش في مراكش؟ لا عايش في المغرب في سيد سليمان. سو So what did we do today? We painted. So are we almost ready or not yet? Yeah, we're getting there. Yeah, so this is like we need to do some final touches. Yeah, مازال لينا تاع الاخر واخا نسالي وغادي يبقاو لينا غير واحد الحوايج. That's my job. I'm good at that. الحوايج اللي هما صغار مثلا تكون الصباغه داخله لك شي بلاصه تحيدها بالتولي وعاد غادي نديرو ستيكرز. المهم بلا ما نحرق الطاوه ولا شي حاجه خلي هذاك الشيء حتى يجي الوقت ديالو. يلا تحياتي لكم. What do we say? رجولة بلوجة لحفظة. يلا السلام عليكم.